نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. التزكيات ليست شهادات إلى الممات، التزكيات إخبار عن حال علم، تبدل تغير. ماذا قال السلف؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الله يثبتنا وإياكم ويقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم يأتينا واحد وهذا من طلاب بن باز، هذا من طلاب العثيمين، هذا من طلاب الألباني، هل هو على خطاهم؟ لا. هل هو يرى كما يرون في الحاكم والسمع والطاعة وأحكام الجهاد والبيعة وأحكام أهل الذمة والدماء المعصومة والموقف من أهل البدع، هل هو على نفس خط العلماء؟ لا، له مسار آخر. لا عبرة، لا تقولي هذا من طلاب فلان، هذا لبس لباس أنه يريد شيء ولكنه يمارس شيء آخر، مثل ما لبست السرورية اسم السلفية فقالت سلفية المعتقد عصرية المواجهة فتركت، ويلبسون دائما اسم السلفية على أساس يخادعوكم، يريدون أن يخدعوكم.